أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف دروسنا عن بعد بدرس التأثيرات الميكانيكية. إذن التأثيرات الميكانيكية ومفعولها، أولا مثال، نعطي أمثلة. لاحظوا معي الصورة، اللاعب وبيده الكرة يريد أن يحركها، يعني أن يضربها. إذن فهناك تأثير تحريكي للكرة، إذن يعمل على تحريك الكرة بعد أن كانت ساكنة. لاحظوا معي الصورة الثانية، يغير المدافع مسار الكرة. المدافع يغير مسار الكرة. تؤثر العصا بالصورة على اليسار هنا، تؤثر العصا على الكرة، على كرة الجولف، لجعلها في حركة. إذن هنا تغير مسار الحركة. إذن هذه الأمثلة. إذن لدينا مسطرة فوق الطاولة، إذن يؤثر الأصبع على المسطرة. يقفز الرياضي بالزانة لاجتيازه العارضة. إذن هناك تأثير التشويه، يعمل على التشويه. إذن هذه الأجسام هنا، المسطرة والعارضة، إذن هنا الزانة نلاحظ أنها تتشوه، والمسطرة أيضا فهي تعمل على خاضعة للتأثير الأصبع. ثانيا تجارب وملاحظات. إذن سنتكلم عن المفعول السكوني، إف ستاتيك. تجربة، لدينا حامل علق به، لدينا حامل مرتبط به خيط، هذا الخيط علقت به أسطوانة، إذن الأسطوانة مشدودة إلى خيط. إذن في هذه الحالة الأسطوانة في سكون، يعني مفعول الخيط أنه جعلها ساكنة أو في سكون. ملاحظة، الخيط يؤثر على الأسطوانة لإبقائها في حالة سكون. الجسم المؤثر هو الخيط، الجسم المؤثر عليه الأسطوانة. إذن الأسطوانة في سكون. ب، سنتكلم عن التشويه، لا ديفورماسيون. تجربة، إذا لدينا قطعة إسفنج أو إسفنجة، اليد تشوه الإسفنجة. إذا هناك تأثير سكوني، تعمل على إسكانها أو سكونها. ملاحظة، اليد تؤثر على الإسفنجة لتشويهها. اليد هي الجسم المؤثر والإسفنجة الجسم المؤثر عليه. جيم، سنتكلم عن المفعول التحريكي، اف ديناميك. إذا ملاحظة، المغناطيس يؤثر على المسمار لجذبه وجعله في حركة. المغناطيس هو الجسم المؤثر والمسمار هو الجسم المؤثر عليه. من طبيعة الحال لدينا مسمار معلق بخيط، ثم نقرب إليه مغناطيس، فيعمل المغناطيس على جذب المسمار. إذن المغناطيس هو الجسم المؤثر، أما المسمار فهو الجسم المؤثر عليه. إذن خلاصة لهذه الفقرة، للتأثير الميكانيكي مفعولان، مفعول سكوني هو الحفاظ على سكون الجسم أو تشويهه، المفعول التحريكي هو تحريك أو تغيير مسار حركته. إذن هادون ناخذهم مزيان. المفعول، أن لكل تأثير مفعول، يا إما مفعول سكوني هو الحفاظ على سكون جسم أو تشويهه، مفعول تحريكي هو تحريك جسم أو تغيير مسار
حركتي. إذن خلاصة، إذن ناخذ الخلاصة هكذا. تصنيف، ثانيا تصنيف التأثيرات. إذن سنتكلم عن، سنصنف هذه التأثيرات. إذن يكون التأثير الميكانيكي تأثير تماس إذا كان الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه متماسان. إذن الجسم اللي كيأثر والجسم مؤثر عليه متلامسان، يعني بينهما نقط مشتركة، يعني يلتقيان في نقطة أو أكثر، أو يتماسان في نقطة أو أكثر. إذن متى يكون التماس مموضع؟ إذن لاحظوا معايا، الخيط يؤثر على الأسطوانة تقريبا في نقطة تكاد تكون في مساحة تكاد تكون نقطة. إذن عندما يتم التماس في نقطة واحدة أو مساحة صغيرة جدا، يسمى هذا التأثير الميكانيكي تأثير تماس مموضع. مثال، لاحظوا معايا الخيط والأسطوانة. ثانيا، متى يكون التماس موزع؟ يكون التماس موزع عندما يتم التماس على مساحة كبيرة، يعني نقاط متعددة، يسمى هذا التأثير الميكانيكي تأثير تماس موزع. une action répartie. une action répartie. donc مثال، لدينا تأثير الماء مثلا على هذه القنينة. إذا مساحة التماس فهي عبارة عن نقط متعددة. ثانيا التأثير، إذا سنتكلم عن التأثير عن بعد، جوج التأثير عن بعد. إذا التأثير، تكلمنا أو في الفقرة اللي فاتت عن تأثير بتماس، يا يعني إما أن يكون تماس مموضع أو تماس موزع. ثانيا جوج التأثير عن بعد، يكون التأثير تأثيرا عن بعد إذا كان الجسم المؤثر والمؤثر عليه متباعدان. التأثيرات عن بعد هي تأثيرات دائما موزعة، تصنيفها موزع. إذا الجسم مؤثر يؤثر على المؤثر عليه في مجموعة من النقاط أو بالجسم كله. مثال، المسمار والمغناطيس. المسمار ينجذب نحو المغناطيس، ينجذبان يعني طبيعة الحال لأنهما تأثير بينهما. إذا المسمار ينجذب إلى المغناطيس، نقول أن المغناطيس هو في هذه الحالة الجسم مؤثر والمؤثر عليه. إذا تأثير المغناطيس على آخر، قد تكون هناك تأثيرات بين المغناطيس أو آخر أو على قطع حديدية، هو تأثير عن بعد. إذا تأثير مغناطيسي هو تأثير عن بعد. باء، تأثير كهربائي. إذا سنتكلم عن تأثير كهربائي. كلنا يعرف قلم من البلاستيك بعد حكه بقماش، إذن سيعمل على جذب هذه الجسيمات الصغيرة وهذه الوريقات الصغيرة. إذا السام خفيفة. إذا القلم في هذه الحالة بعد حك قلم من البلاستيك يؤثر على عن بعد عن الأجسام الخفيفة فيجذبها. جيم، تأثير التجاذب الكوني. تؤثر الأرض على عن بعد على جميع الأجسام المحيطة بها. إذن ثالثا نمر إلى القوة. يعبر عن التأثير الميكانيكي بمقدار فيزيائي يسمى قوة. مثال، يسلط اللاعب قوة على الكرة، تسلط التفاحة قوة على الغصن.
لجر القوى المطبقة على جسم ما نعزله عن باقي الأجسام المادية الأخرى ونسميه المجموعة المدروسة، ونسميه المجموعة المدروسة. وحتى ثلاثة، القوى الداخلية والقوى الخارجية. إذن سنتكلم عن القوى الداخلية وعن القوى الخارجية. نقول أن قوة داخلية يطبقها جسم ينتمي إلى المجموعة المدروسة. إذن القوى الداخلية هي القوى التي يطبقها جسم ينتمي إلى المجموعة المدروسة. إذن القوى الخارجية هي القوى التي يطبقها جسم لا ينتمي إلى المجموعة المدروسة. مثلا جسم تلميذ يؤثر على تلميذ من نفس القسم، أما مثلا أما إذا أثر على جسم على تلميذ من قسم آخر فنقول أن هناك تأثير خارجي، ولكن باعتبار القسم هو المجموعة المدروسة. إذن كل تأثير من خارج القسم سأقول أنه تأثير خارجي، وكل التأثيرات الداخلية التي تقع داخل القسم بين أفراد القسم فهي تأثيرات داخلية. إذن القوى الداخلية هي القوى التي يطبقها جسم ينتمي إلى المجموعة المدروسة. القوى الخارجية هي القوى التي يطبقها جسم لا ينتمي إلى المجموعة المدروسة. إذا انتبهوا هنا الوليدات، تأثيرات داخلية وتأثيرات خارجية. إذن ثلاثة جوج، سنتكلم عن جرد القوى. جرد القوى هو أولا تحديد المجموعة المدروسة، ثانيا تحديد القوى المسلطة على المجموعة، تحديد المجموعة المدروسة ثم تحديد القوى المسلطة على المدروسة. وذلك وهذا سنشاهده أو شاهدناه في التمارين. إذا تطبيق، لدينا حامل لدينا حامل مرتبط يرتبط به خيط، يعني خيط مرتبط بحامل، علق بهذا الخيط مسمار، نقرب إلى هذا المسمار مغناطيس. إذن باعتبار المسمار هو المجموعة المدروسة، إذن هناك مسمار معلق بخيط يجذبه مغناطيس، سنتكلم عن جرد القوى المطبقة على المسمار. أولا المجموعة المدروسة هي المسمار، إذن ما هي القوى التي تؤثر على هذا المسمار؟ إذن سنتكلم أولا على قوى التماس. إذن قوى التماس تأثير الخيط على المسمار، قوى عن بعد، قوى عن بعد هنا تأثير المغناطيس على المسمار، وتأثير جاذبية الأرض أو ما نسميها بوزن المسمار. إذن توجد المجموعة المدروسة تحت تأثير ثلاث قوى: تأثير الخيط، تأثير المغناطيس، وتأثير الأرض أو ما نسميه بوزن الجسم أو وزن المسمار. إذن قوى عن بعد كملحوظات، تأثير المغناطيس على المسمار هو قوة خارجية. إذن تصنيفات، تأثير المسمار هو قوة خارجية، تأثير جاذبية الأرض على المسمار قوة خارجية، تأثير جاذبية الأرض على الخيط فهو قوة خارجية. إذا توجد المجموعة المدروسة تحت تأثير ست ست قوى. لدينا قوى، المسمار يؤثر على الأرض والأرض تؤثر على ذلك.
وبذلك ننهي هذه الحصة وهذا الدرس، إلى فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.